أينما كنتم بسعد أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برامجكم الرياضية 18 عبر قناة التميز دائما قناة الرأي. بالتأكيد اليوم ختام الجولة السادسة وقمة هذه الجولة من دوري فيفا الممتاز لكرة القدم والمباراة اللي جمعت بين الكويت والعربي وانتهت بفوز نادي الكويت بثلاثية نظيفة. بالتأكيد ستكون على طاولة الليلة مع ضيوفي مع اختيار مميز من الضيوف المتواجدين معي في هذه الحلقة. باسمكم أرحب بضيوفي، أرحب بالكابتن علي عبد الرضا مدرب وطني، حياك الله كابتن. الله حيك. وانا سعيد صراحه اول مره التقي فيك يعني في برنامج 18. وانا اسعد امسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين وعلى كابتن وليد كابتن عايد وسعد، وان شاء الله اكون ضيف خفيف على الحلقه باذن الله. ان شاء الله رحب باخوي العزيز، طبعا دائما يتحرش بس انا مضطر اني اقول الاسم اللي مكتوب هني. اي شنو؟ تريزو محمد الديلم، سعد مباركة، بين قوسين الأب الروحي للنادي العربي. الله يطول لي عمرك يسلمك، وتشرفت بشوفتك اليوم يا ابو خالد. ترى تحرش فيك شويه. لا عزيز زود الغلط، خليت احد ما تحرشت فيه. ما تحرشت بعد يعني صرت راعي المشاكل. ومسي عليك ومسي على اخواني الكباتن الكبار اللي وياي اليوم بالبرنامج وعلى مشاهدين برنامج 18. حياك الله. رحب طبعا باخوي العزيز لاعب نادي الكويت السابق سمي وليد المنديل، حياك الله كابتن. الله يحييك، مشكورين على الاستضافه. ورحب باخواني علي وديلم، من زمان ما شفناه والله يحفظهم ان شاء الله جميع. امين. واخوي عايد كل يوم بوجهك ما يحتاج اليوم جايكم بمانشيت ناري. وان شاء الله تكون الحلقه خفيفه وعلى المشاهدين ونفيدهم في شيء باذن الله. ان شاء الله انا ارحب بمحلل 18 عايد الرضان، بس انا لازم اقول مسمى المحطوط. انا وعدت اليوم شغال علينا مدير ريال مدريد السابق جوتي. نرحب برواد 18 الاخوان الاعزاء علي عبد الرضا وبديله واخونا وليد المنديل اللي مبارك اليوم بالصداره، وان مثل ما تقول ومنهم خلف الشاشه مشاهدينا الاعزاء. بس ترى والله البارح ينشدون عنك واجد ترى يعني تنشد عنهم العافيه. وانا موجود. اي والله واحد من لندن اتصل. من لندن؟ اي والله عبد والله عاد انا فيني عبد العزيز التميمي اذا ماني غلطان. اي والله فيني لندن الان. اي والله فيني على هاللبس هذا فيني لندن. نرحب من خلف الشاشه ونقول لهم هالمانشيت هذا اليوم برعايه ختام الجوله السادسه وختامها مسك. اللي اقول فيه من يقول الزين ما يكمل حلاه، الزين كله في في عميد الصداره اكتمل. يستاهل. من يقول الزين ما يكمل حلاه، الزين كله في عميد الصداره اكتمل. والزعيم العرباوي استرد جزءا من هيبته، والجماهير تطارد سراب الامل. والتفاصيل اكيد بتصريحات الرئيس. بس انا قبل لا اروح الحين الفاصل ابي اعرف تنسيق الالوان هذا شنو؟ الالوان انت عندك مغزى انا نعم. عارف. نعم العربي، انا يهمني النادي العربي. النادي العربي هذا هو هالمحيط وهذا سراب الامل اللي طارد جماهير النادي العربي. وجماهير النادي العربي تطارد سراب. كيف سراب؟ يعني ولا مجلس إدارة قاعد يجتهد. الناس قاعد تتعب. ما الله ما وفقهم. أمر طبيعي. لا لا الله سبحانه وتعالى يقول لك اسعى وأنا أسعى يا عبدي، ولكن أنت السعي مالك لازم يكون مبني على أسس وعلى منهج وعلى معايير وعلى كنا قبل يعني بدلية. ها؟ اسعى شنو الكلمة؟ ايه؟ شنو قلت؟ اسعى يا عبدي وأنا أسعى معاك. ايه؟ سمع شلون؟ فأنت المفروض تنطلق من قاعدة سليمة عشان تحصل مبتغاك والجماهير العربي العرباويه اللي اوفى جماهير في 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 والله والله في محيطنا الخليجي. والله صراحه ابو برضان وانا اتاسف لهم صراحه عن ما وصل اليه النادي العربي. النادي العربي في المركز الاخير يا ابو خالد. عمرها ما صارت ما عمرها ما صارت، وان شاء الله ينهض الزعيم العرباوي. نتمنى ان شاء الله نتمنى. بس انا والوعد 28/12 كلمتك يطارد سراب. بالعكس عمر الجمهور العرباوي ما يطارد سراب. الجمهور العرباوي يطارد شيء واحد هو كيان نادي العربي فقط لا اكثر ولا اقل. بعد الفاصل
حياكم الله مشاهدينا. قبل أن نبدأ طبعا بتفاصيل قمة الجولة السادسة، يعني في مبادرة جميلة قام فيها طبعا نادي الكويت في حسابه الرسمي في التويتر بكتابة تغريدة يتمنى التوفيق لممثل العرب نادي الهلال السعودي في مهمته في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا. أعتقد هالمبادرة جميلة وإحنا نحتاج هالتضافر الخليجي العربي مع أنديتنا. قبل أروح، كلنا الهلال ولا غير الهلال، وإن شاء الله الله يوفق الهلال زعيم آسيا إنه يحصل على هذه البطولة ويرفع رأس العرب كل أبوهم إن شاء الله. يستاهلوا إن شاء الله، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في الغد. روح لتفاصيل المباراة، مباراة الكويت والعربي اللي انتهت بفوز الكويت بثلاثية نظيفة. قبل لا أدش في تفاصيلها خلينا نشوف الميني ماتش الخاص لها المباراة. إشارة البدء أيضا من المراقب الإداري حامد كميل يعطيها إلى علي محمود، إذا صافرت البداية وطامح للغم جديد، كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، إسر زايد كرة معاه تلعب كاديرون شايد على المرمى لكن تضرب ترجع خطرة يوسف ناصر، جول جول أول لصالح نادي الكويت، جول أول جول أول بالدقيقة أربعة، بالدقيقة أربعة ينتظر فيها الكثير من نقلة سليمة مثل هذه الكرة إلى سامي صانع، لكن في خطأ فاول الإعادة سامي الصانع نشوف وصعود في أرضية الملعب لله الحمد بمولود أسماء زايد يصبح فيصل زايد أبو زايد علي محمود يغادر الملعب يتأكد 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 إذن علي محمود حكم المباراة يستخدم تقنية الفار يرجع إذن لصالح نادي الكويت ركلة جزاء ركلة جزاء بالدقيقة 14 يظهر أن الكرة والخطأ الخطأ برؤية حكم المباراة أنا داخل منطقة 18 ركلة جزاء حطها جول جول هدف الثاني هدف الثاني بالدقيقة 16 هدف رمية تماس لصالح نادي الكويت ملعوبة على طول إلى جمعة سعيد خطرة لجمعة سعيد خطرة تنعاد الله حياكم الله. شفتوا طبعا الميني ماتش الخاص لهالمباراة، نقول مبروك لنادي الكويت وهارد لك النادي العربي. الكويت بعد هذا الفوز وصل نقطة 16 متصدر فيها طبعا ترتيب دوري فيفا الممتاز لكرات القدم بفارق طبعا 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي القادسية. العربي ظل على نفس الرصيد ولكن في المرتبة العاشرة بعد طبعا تعادل اليرموك أمام الساحل وطبعا بفارق الاهداف يصل يرموك مرحله او المرتبه التاسعه والعربي في المرتبه العاشره الاخيره. يعني انا ببدي معاك ابو كابتن علي عبد الرضا، يعني الكويت اليوم حقق الفوز بثلاثيه نظيفه وابتعد بفارق النقاط، لكن لو التركيز الكامل فوز الكويت مهم، لكن في ارضيه الملعب كيف كانت المباراه؟ هل الكويت كان جاد فعليا بالبحث عن الفوز وثلاث نقاط؟ أول شيء طبعاً نتكلم عن المباراة بشكل عام، يمكن العربي دخل المباراة يمكن في الحوافز، يمكن يدرون الأخوان العرباوية، يمكن مجلس الإدارة حاول أن يحفز اللاعبين عن طريق المكافآت، لكن بالمنطق صراحة الكويت كان يعني الكل قال أن الكويت راح يدخل المباراة ويأخذ ثلاث نقاط بغض النظر عن النتيجة. والدليل أنا ما شاء الله أشوف نادي الكويت ما شاء الله بكل مبارياته مستوى ثابت، قاعد تلقى شوط يمكن ما يأدي وشوط ثاني يأدي قاعد يأخذ ثلاث نقاط، لكن إحنا كمنطق أن نادي الكويت يعني صراحة أنا بوجهة نظري اليوم أقول أن نادي الكويت ماشي على الدوري رقم 16 صراحة ما في فريق يوقفه، فريق متكامل
من خط من من حارس مرمى، خط دفاع، وسط، هجوم، محترفين، المحليين، ما شاء الله فريق مستقر اداريا. اعتقد ان نادي الكويت هالسنه يمكن ماشي على الدوري 16. يعني انا باخذ على نقطه واحده، يعني المتبقي الان من الجوله السادسه الان في نهايتها، متبقي 12 جوله، وانت الحين قاعد تقول ان الكويت رايح رسمي للدوري، يعني الكلام هذا يعني أنا ما يعتبر لا انا اشوف مع احترامي يعني ما ودي انتقص من الانديه بقيه الانديه، لكن المنطق يعني قاعد تشوف انت نادي الكويت هو النادي الوحيد المستقر في جميع الاجهزه، سواء جهاز فني، اداري، طبي، لاعبين، ماشي بهدوء. والعربي يمكن احنا قاعد نشوف الفريق صراحه قاعد يمر في ظروف صراحه احنا مصدومين. اليوم المركز العربي المركز الاخير، وحتى انا يعني لو سمعنا ان بعض الاراء يقول لك والله العربي اليوم مبروك الاداء، شنو العربي هذا؟ العربي مو نادي احترامي، نادي صغير ولا تنطر منه الاداء. احنا نعرف العربي من عمر يعني تلقاه على ثلاث نقاط ما يفكر بالاداء، لكن اليوم صراحه يحزننا. يعني احنا انا ما لي علاقه بنادي العربي، لكن يحزننا ان فريق بحجم نادي العربي وصل لهذه المرحله، ويعني وتسمع اعذار امانه صراحه اعذار ما هي يعني. طيب انا راح اغوص اكثر بتفاصيل العربي. ابو سعد طوال ال 90 دقيقه العربي قاعد يعطي مؤشر ان انا قادر اوصل مرمى نادي الكويت، قادر انافسه، قادر اتحداه، لكن كل هذا كان سلبي. طبعا الامر اول شيء انا اتكلم ان امر يحزن ان تشوف ناديك او فريقك اللي انت تحبه وتشجعه في المركز الاخير، ومو اي نادي يعني متكلم، مش اي نادي انا لما اكون في المركز الاخير. ولكن انا في يمكن اسعدني يمكن شغله واحده اللي هي مستوى اللاعبين او اداء اللاعبين في الشوط الثاني مثل ما قلت ابو خالد. يعني انا عندي، وهذا كان يمكن الشوط الثاني، انا ما اتكلم على المكافآت اللي عرضها او تكلم فيها مجلس الاداره حق اللاعبين، انا كنت يعني ردي كان او رد لاعبين بالشوط الثاني هذا رد على من تكلم ان اللاعبين طعن في امانتهم، سواء في مبالغ ان ناس شاريتهم من برا، ما لي علاقه انا في موضوع الاداره او كذا، انا اتكلم على اللي طعن. يعني لما اتكلم انا كرئيس او مقرر لجنه فنيه واتكلم على لاعبيني بالفريق، هذا امر هم يحزن. يعني انا الحين الحزن اللي عندنا احنا لما انا اكون في مركز متاخر حيل، اثنين لما انا مثلا مو واحد من الجمهور لما يتكلم يقول والله اداء لاعبيني او لاعبيني مو زينين او انت 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 مقرر لجنه، انت اللي سويت، انت اللي حطيت. تقول يعني ليش تقول مقرر لجنه؟ قول احمد موسى. احمد موسى، اي احمد موسى، انا قلت انا قاعد اسميه مقرر لجنه، زين، لان هذا مسمى مقرر لجنه، يعني اختيارات. زين اللي قاله غلط؟ اي غلط. تيل غلط مو على اللاعبين، غلط غلط عليك انت، انت انت مقرر اللجنه يا احمد موسى، انت اللي كنت تختار. زين يعني هذا اختيارك اذا سيء، مو اللاعبين السيئين، الاختيار هو السيء. السؤال احمد موسى لما تكلم انه ما عندي جوده لاعب محلي نفس القادسيه، نفس الكويت، عشان انا اقدر انافسه. انت شلت ناس زين وجبت ناس عشان تبي تعدل. انت يا ابو بتقول لي المدرب الاسباني، منو جاب المدرب الاسباني؟ اللجنه الفنيه باختيارهم هم، هذا واحد. اثنين، انفرض عليك انت لاعبين هناك وانت قاعد تشوف المعسكر، وانفرضوا عليك الاسبانيين قصبا عنك، هذا اثنين. مختار مدرب؟ اختيار مدرب، بس انت ما عرفنا المدرب، انت اللي جايبه. المدرب تختار، اعطوا الاختيارات. ما يخالف. لا تفرضون على المدرب. ما يخالف خالد. المدرب من بدايته دام انه فرض عليك، زين، فرض عليك وانت تدري ان هذين مستواهم مش مستوى لاعبين محترفين، زين. يعني عندي انا لما تكلم مثلا تكلم عندي مدافع اسمه احمد الصراف، لاعب المنتخب الاولمبي، كابتن المنتخب الاولمبي، هذا واحد، زين. انا اقول هذا اعاره وتعال بداله يا راؤول، وانا شايف مستوى راؤول. اذا انت قاعد تخبط ابو خالد من بدايتها، ما تبيني اصير المركز الاخير؟ وضيف لهم يا ابو سعد زيد زكريا، التركماني، حسين فورد، علي فورد، احمد اسماعيل. طيب اوكي، كلهم هذول نجوم النادي العربي. طيب اوكي، تشتتت وتوزعت على الانديه، وهم احوج هذيل الايام ناصر الشطي وبيثم الشطي، كونوا هويه واستردوا هيبه النادي العربي. زين، يعني ولكن دام الاسماء هذه كلها، نعم، ورضا عشان يكون منطقي قبل عشان ما هنا كلامك، دام الاسماء هذه موجوده،
الحين كابتن احمد موسى مسي عليه بالخير، قال انا ما عندي لاعبين ما اعرف يلعبون كره. هذه الكلمه قلت لك اياها تعور. زين انا 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 هالجزئيه دام ان عندكم الاسماء هذه المتوفره ليش تم استبعادهم؟ انت اللي استبعدتهم مو انا، انت انت يا لجنه فنيه انت اللي استبعدت اللاعبين اللي انا محتاجهم، وعلى ابونا بعوض يعني حتى التخبط في المراكز غير، يعني انا لما يكون عندي مثلا نقص في باك اليسار او نقص في باك اليمين او في المحاور او كذا المفروض اجيب اللاعب اللي انا يفيدني، انزين مع احترامي للاعبين الموجودين بس ما شفت ولا لاعب لعب اساسي عندي. انا جايب 11 لاعب ابو خالد ها 11 لاعب حق النادي العربي، يمكن علي عتيج اول مباراه لعبها امام السالميه وسبه اصابه عيسى وليد، فهد زويد ثاني لعبه يلعبها، عيدان لحد الحين ما شفته، عبد الله حسن محمود لحد الحين ما شفته، امان ما شفت ولا لاعب، محمد البذالي ما شفته. من اللي اختارهم ابو خالد اللاعبين هذول؟ انت مو قلت انا بجيب جوده لاعبين ولا بس كذي احط كني داش مطبخ مواعين اي مكان؟ انت يا لجنه يا احمد موسى انت اللي جبت اللاعبين اللي امس قاعد تطنز عليهم. بس احمد موسى مو بروحه ترى، وسام حسين موجود، وسام حسين برا الموضوع موجود، هو احمد موسى. لا 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 اللي بس اللي بس لحظه ابو خالد ما يخالف، اللي بالصوره او اللي كان متحدث رسمي ودائما يتكلم احمد موسى، الاختيارات عن طريق احمد موسى. طيب ماشي نفس الجزئيه، نفس الجزئيه. العربي يوم قبل موسمين كانت له هويه مع الاخوين ناصر الشطي وميثم الشطي، طيب ولكن حتى الموسم اللي طاف ترى انا كانت لي هويه. وما ادراك ما الانتخابات عصفت بالنادي العربي واستبعدوا هالمدربين الوطنيين المثاليين اللي كانوا راحوا يردون العربي الى مكانته الطبيعيه. برضان برضان اللي حاز في خاطر الجمهور العرباوي، نعم، اللي حاب النادي ما له شغل بالامور الاداريه والانتخابات، هذا ما له شغل. انا اتكلم على الناس اللي يحبون العربي يبون العربي الافضل. لما يعملون مقارنه سريعه بين العربي الموسم الماضي اللي بدون محترفين والان اللي مع محترفين وظروف افضل ومدرب افضل، شوف مستقبل. نعم، اين حسين الموسوي هداف الموسم الماضي وعلي مقصيد بوجود المحترفين يصير الموسوي هداف الدوري؟ ترى هذه كبيره، ويحتل العربي وصل الى المركز الثالث وانتهى الموسم وهو في المركز الخامس. هذا العربي اللي ممكن تقول انه راح نعيد، اما تبي تبني وتقول ثلاث سنوات حسب تصريح الرئيس هذا تخدير. وهذا السراب اللي كنت انا اتكلم عليه، راح نرجع. الجماهير العرباويه واعيه وراحت وتعرف المصدر الخلل وين والاخفاقات سببها منه، والموعد ان شاء الله في الجمعيه العموميه يوم 28 وهي راح تقول كلمتها مثل ما جابوا هالمجلس هذا، ان شاء الله يشيلونه ويفتك العربي من 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 من, من ما هو فيه ويرتقي النادي العربي محترفين. يعني مو بطموح النادي العربي ولا بطموح انهم يلعبون معنا. انا انا راح اجي، انا راح وتستغني عن افضل اللاعبين عيال النادي. طيب طيب انا عشان الصراف. لا عشان انا برجع للمباراه تعطيها حقها وبعدين راح نتكلم حتى في تصريح عبد العزيز عاشور رئيس نادي العربي شنو قال. انا بس ابي اليوم تفاصيل المباراه. ابي اروح لك وليد البنديل، اليوم انت راضي عن الكويت على مستوى نادي الكويت؟ مو راضي الرضا الكامل، لكن اخذ المهم بالمباراه. الان انت في مرحله الدوري بعد لعبه البارح القادسيه والسالميه سبب الضغط على 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 نادي الكويت اكبر. يعني اوكي انت تقول لي والله نتائج العربي ونتائج العربي، العربي عمر مباريات العربي والكويت العربي والقادسيه ما تخضع لمقاييس من الافضل من هي يعني اكثر مباراه تكون نفسيا. فانت يعني تخيل انت لاعب قاعد تلعب وتروح دواوين وتروح الأماكن تسمع والله أنت بتفوز على العربي 4، بتفوز على العربي 5، بتفوز على العربي 6، فأنت كردة فعل كلاعب تنعكس بالملعب. أنا أشكر الجهاز الإداري والفني والطبي على ما هيئوا الفريق له، وأشكر رئيس النادي خالد الغانم اللي كانت له جلسات معاهم ويحثهم ان لا نسمع الكلام اللي برا، لا ناخذ بالكلام اللي قاعد يصير برا، لازم نحترم العربي. ولذلك الكويت ترى لو تشوف اول ربع ساعه دش محترم يعني احترم العربي، بين اصلا من التشكيله اللي دش فيها السيد حسام السيد احترم العربي، ما يعني قال لك والله انا اليوم المباراه سهله وراح اخذها باي وقت، لا بالعكس لعب ضغط
استحوذ، خلص المباراه بالجيم الاول خلاص انا مالك المباراه، قاعد انا اسير المباراه على الوضع اللي انا ابي. فهني انت لما ينزل عندك الرتم طبيعي، بس انت قادر ترد باي وقت. لما نحس بالخطر، خطر العربي بدا يهدد، شوف رد بعوده المباراه سجل الثالث. فالكويت قادر باللاعبين الخبره اللي عنده قادر يسير المباراه كيف ما يبي. انت بالرد لو تشوف العربي يمكن داشين كضغط عليهم، الكلام اللي برا مجلس الإدارة حفز الفريق، انت ما يصير تكون بالمركز الاول، خسرت اليوم راح تكون بالمركز الاخير. اللاعبين داشين بضغوط حابين يثبتون العكس الكلام اللي قاعد يصير. فلما الكويت هو تفاجأ في الكويت، ان الكويت في بداية المباراة انه راح يرجع لملعبه، هو يضغط ويرد عليه على المرتدة، بس الكويت فاجأه انه ضغط عليه خسبق حساباته كلها لنص ساعة، مو قادر يرد لرتم المباراة العربي. نهل الكويت المباراة. بالجيم الثاني العربي نزل ضاغط، بس من يعني من غير خطورة اللي تذكر، والكويت قاعد يسير المباراة بالنقل ويموت يهدي رتم المباراة. ليه؟ خدم ابتغاه منها. لما نحس بالخطر زاد عليه الخطر، ضغط مرة ثانية وسجل الثالث. فلذلك يعني الكويت مثل ما قلت لك اخذ الاهم، والان الحين في الدوري لنهايه القسم الاول محتاج تاخذ الاهم، اخذ ثلاث نقاط، لان الاداء بكره لما تاخذ الدوري او لما يقول لك والله لعب الكويت والعربي في تاريخ الفلاني راح يقول لك النتيجه، اول شيء يقول لك منو فاز. ما يفيدك، ما يشفع لك الاداء وانت ما تاخذ النقاط. القادسيه امس قدم اجمل اداء في الشوط الاول، شنو كانت المحصله؟ خسارته لنقطتين. انا اقول لك بيت القصيد في 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 نادي الكويت، ان دائما جميع مبارياته يلعب بشخصيه البطل، بشخصيه العميد، ما في مجال للتساهل في اي مباراه، وهذا ما انعكس على اداء العميد. خلص جميع مبارياته ترى يخلصها بالدقائق الاولى، وهذا الصح، انه يلعب بشخصيته، شخصيه البطل اللي ما يتساهل ولا يتراخى مع اي فريق، ويحترم الخصم. واليوم احترم الخصم، احترم النادي العربي، وقبله احترم جميع الأندية، وتمتع وتربع على عرش الصدارة. بس العميد مباراته في الجولة الخامسة أمام الساحل قدم أفضل صورة لهذا الموسم. نعم، يعني الكل توقع وحكم على العميد أن من الجولة الخامسة بهذا المستوى العربي راح يكون خسارته كبيره. لا، بسبب المستوى. لا، هذا الكلام اللي يقال. لا، احنا نرجع الى التاريخ. هذا النادي العربي اسمه، نعم، النادي العربي زعيم الكره الكويتيه، فلا لهبته مهما كان. اليوم ترى العربي قدم يعني شيء واحرج العميد، وصل هدد، وصل واحرج، ولو ان الله موفقه بكذا كره. السنوسي بدع، قلفة بدع، حتى تورس اليوم بدع، بس انما توفقوا في تسجيل الاهداف، وطغت عليهم العصبية عشان الأجواء اللي هم عايشينها والوعود التي أوعدوها. وطبعا في أسباب ثانية، الموسوي وينه؟ علي مقصيد وينه؟ يصرح تصريح علي مقصيد وما يلعب كابتن النادي العربي؟ هذه الفوضى العارمة اللي تكلم عنها حسين علي مقصيد ونال جزاء. والله راح أجيك فيها في نقطة. أنت لو تشوف اليوم ترى الكويت يعني اقل من مباراه الساحل لسبب. انت شوف اندفاع اللاعبين العربي اليوم من بدايه المباراه بعد الهدف الاول، شوف الانذارات وشوف اللعب العنيف. ترى بالنهايه انت انا مقول جولين وشبه النظام، مو ضامن المباراه، لكن ما ابي اتعور، ما ابي اخذ انذارات انا في غنى عنها. ليش اخذ انذار سهل ويحرمني من مباراه قادمه قويه زياده يعني؟ فالكويت قاعد ياخذ كل مباراه على حده، وكل فريق قاعد يحترمه من بدايه الشيء، وكل مباراه لها طريقتها ولها اسلوبها واحترامها. ابو خالد انا اقول لك، يمكن اليوم تقريبا نرفزت لاعبين العربي، يمكن انا شفتها، يمكن قرارات حكم المباراه علي محمود يمكن كانت شوي اليوم سيئه او سلبيه ضد لاعبين النادي العربي. يمكن في فاولات، يمكن لعبه جمعه سعيد المفروض هذا ياخذ فيها اقل شيء. راح اجيك عليها والله. كلها من بدا بالمشكله؟ بداها حارس المرمى اللي قبل هذه يتحمل الاهداف دخلت عليه. قبل 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 عمار بلوشي قبل هذه هو اللي بادي. لما اخذ المباراه، لا، علي محمود اليوم حب يطلعها باقل كروت. يعني
ترى في مو بس مالت الجمعة، في أمور ثانية وايد تساهل فيها. يعني كمثال مثل مالت زويد ماسك الفيصل زايد بنص الملعب، ما أخذ انذار، ما أخذ انذار. عتيج بالبداية المباراة ثلاث مرات أربع مرات سوى فاول على فيصل زايد، ما أخذ انذار. فهو علي محمود حب يطلع المباراة بأقل انذار، بأقل انذارات، ما يبي يعني المباراة من بدايتها كانت شادة. يعني حتى لو تشوف الانذارات، ترى الانذارات اللي خذوها انا مع احترام حق اللاعبين العربي خذتها، يعني خذوها في سهاله بكلام، يعني ما خذت مشاركه على الكره، خذتها بكلام احتجاج. على عبد الرضا، حسام السيد يعني مستمر بالمداوره، يعني شفنا طارق الفاضل موجود بالجوله الخامسه قدم مستوى كبير، الان امام العربي موجود في دكه الاحتياط، لعب البرايتشي. يعني هل المداورة اللي قاعد يعملها السيد حسام تشوفها جيدة للفريق؟ والله طبعا، يعني كل مباراة المدرب يحتاج عناصر اللي يشوفها انه تكسبها بالمباراة. اكيد يعني اليوم المدرب عارف ان اليوم هو مو محتاج حق طلال الفاضل في منتصف الملعب، هو احتاج للأجنحة لأن هم مفاتيح اللعب عند النادي الكويتي المتميز فيها. فقال لك أنا أشتغل على الأجنحة لأن العربي عنده مشكلة في الباكات. فعلشان كذي مو كل مباراة يعني أنا أحتاج والله لعب طلال أو لعب مثلا الخبيزي، فأنا هالمباراة هذه أحتاج ألعب أجنحة، في مباراة أحتاج ألعب طلال. فلذلك أن المدرب صراحة حسام يعني أمانة يعني عارف عارف. أنا لم أعمل مقارنة بين الجولة الخامسة والجولة السادسة، يعني السادسة عودة فيصل زايد، عودة عمر الميداني في خط الدفاع، طلال فاضل في دكة الاحتياط، عبد الله البريتشي أساسي في خط الوسط. يعني احنا هالمداورة هذه ما تعمل دروب بالمستوى الفريق؟ لا بالعكس، شوف هذه احنا نقولها كمدربين ان انت هني تعطي ثقة حق اللاعبين. انت عندك الأساسيين والاحتياط واحد. فهذه شخصية الفريق البطل. اللي انت لما اي لاعب يلعب يدش الملعب يؤدي مثل اللاعب الموجود بالاحتياط، واللي يتبدل يقدم افضل من اللي كان قاعد يلعب. فالمدرب صراحة عرف ايش يتعامل وعرف يدش في تشكيله، وايضا اسلوب لعب مثل ما قال كابتن وليد انه فاجئ فيه العرب، انه بدا اسلوب ضاغط، خذ المباراة بعدين رد دفاع منطقة، تحكم برتم المباراة، تحكم برتم، حاول يعني يسرح ويبطها على كيفه. طيب وزيد عليها، وانا مثل كلام كابتن علي، يمكن نادي الكويت تقريبا ما في شيء اسمه اساسي واحتياط، كل ابوهم على هالجزئية. على هالجزئية انتم دائما مدربين لاعبين قدامى دائما تكون خط الدفاع لا يلمس، وخاصة القلوب. الان احنا قاعدين نشوف فهد حمود، فهد الهاجري، ما الحين شفنا عمر الميداني مع فهد الهاجري. هذه المداورة هذه ليش قاعد اقول لك انت ما عندك لاعب اساسي ولا احتياط؟ انا اقصد هالمعطيات هذه، يعني انتم دائما تقولون يعني قلوب الدفاع خاصه خط الدفاع، يعني لابد يكون في متجانس حراسة المرمى. طبعا الان ليش رديت عليك الحين؟ قلت لك اياه وخالد، قلت لك نادي الكويت ما في عنده اساسي واحتياط، نفس الشيء مداورة قاعد يدورونها. يعني كل واحد يدري انه يمكن باكر يلعب او ما يلعب، ليش؟ لان تفكير عندهم كل ابوهم مستوى واحد، فماكو مشكله لما يلعب هذا او يلعب هذا او هذا، ما قاعد انت يعني حتى ما في خلل عندك بالدفاع. هذا الحلو، هذه الميزه الحلوه في نادي الكويت. هذا الامر فني ولا اداري بصراحه؟ اثنين خالد، بس بزيد عليها عشان ترى انك انت مهم انك تجهز اللاعب، يعني مو شرط انا الحين بثبت على دفاعين اثنين طول الموسم، فرضا واحد فيهم تعور، انا هني هذه ذكاء مدرب، انا جهزت الحين اللاعب اللي ممكن لا سمح الله ما تدري شنو ظروف الموسم، صحيح يكون جاهز باي لحظه، وهذا اللي قاعد يسويه المدرب. ليش رديت عليك اليوم؟ سالتني السؤال الفني. انا 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 عارف لما سالتني مخالف تقول لي فني، هذا الحكي بوصله للجمهور. بس انت كمدرب، كل مدربين بالعكس لما نصير مثل ثنائي انا وعايد، ثنائي انا ابو خالد، بالعكس انت لما نصير عندك اكثر من لاعب من سجن مع اللاعب الثاني، هذا تعطيك حريه في الاختيار المباريات، تختار مباراه. في مباراه انا ما احتاج عايد، محتاج بخار، انا ما احتاج والله، بطلع فاصل. اقول لك يعني تطلع فاصل، هذه كيمياء اسمها الكيمياء التي يختلط فيها اللاعبين مع بعض، انسجام في خط النص، انسجام في خط الدفاع وحارس المرمى، وانسجام ايضا بالهجوم. شغل فني، هذا ما حرص عليه. شغل فني ولا اداري؟ هذا فني واداري، التوافق هذا شيء فني صراحه. اقول متى ما كان عندك الجهاز، عقلية فاهمة، عقلية تفهم شنو قاعد يدور في الملعب وفي الفريق، والدكة ما شاء الله في نادي الكويت
اللهم اجد وبارك. عموما ناخذ هالفاصل ونرد نكمل معكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد المباراة الكويت والعربي واللي انتهت بفوز نادي الكويت بثلاثية نظيفة، عدسة كاميرا برنامج ال 18 كانت موجودة في أرضية الملعب والتقت مع لاعبين نادي الكويت وأيضا جماهير النادي العربي، لكن احنا قسمنا اللقاءات إلى جزئين، الجزء الأول مع لاعبين نادي الكويت نشوف معكم. المباراة كان فريق نادي الكويت في الصدارة، كان هناك اجتماع بين الجهاز الفني والإداري مع أخوان اللاعبين لأهمية المباراة. الكل كان يقول نادي الكويت راح يفوز، فريق العربي مو في الصورة المطلوبة، بس هناك كانت اجتماعات لأهمية المباراة. يعني الحمد لله أحب أشكر أخواني اللاعبين على تحقيق الثلاث نقاط، على الأداء في فترات كبيرة من المباراة. مثل ما أنت عارف الآن الدوري توقف، الحمد لله احنا في الصدارة فارق عن الثاني في أربع نقاط، فأقول لهم مشكورين. الآن كلنا قلوبنا مع المنتخب بإذن الله. عادي، هذا شيء عادي في عالم الكرة، يعني لاعب العربي ما طلع الكرة ازعل اللاعبين نادي الكويت، بعدها بثواني لاحظت عبد الله بريتشي طلع الكرة. هذه أحداث بسيطة، يبقون لاعبين نادي الكويت ولاعبين العربي أخوان، وأعتقد أنه ما في شيء الخير. اللهم لك الحمد على الفوز الغالب بنادي كبير نفس نادي العربي ومواصلتنا الصدارة وفارق شوي مريح قبل توقف الدوري مثل ما أنت عارف. أرد أقول لك اللهم لك الحمد ألف مرة. هذا ما يجي من ولا شيء، يجي من جهد، يجي تعب بالتمارين الجدية، تركيز بالمباريات، قاعد ناخذ الدوري خطوة بخطوة، مو مستعجلين على الجولة اللي ورا المباراة اللي عندنا تكون. وهذا الحمد، اللهم لك الحمد. يمكن المباريات الاخيره الرتم الكل ملاحظه قاعد يصعد مع فريق نادي الكويت، اللهم لك الحمد. قلت لك قاعد ناخذ الدوري خطوه بخطوه، ان شاء الله ماصلين الفوز والصداره لاخر دوري، ان شاء الله دوري للعميد باذن الله. شيء يبارك النادي الكويت جماهيره، اقول هارد لك النادي العربي. الحمد لله قدرنا ناخذ اهم ثلاث نقاط. يمكن الفتره المقبله عندنا ايقاف شهر حق منتخب الكويت مشاركات خارجيه، والصدارة هذه تعني كثير اللاعبين، خاصة الحين عيد ترتيباتنا أكثر عداد أكثر، راح يكون فترة شهر مو شوي عندنا يمكن كأس الاتحاد، راح يعدون نفسهم اللاعبين اللي ما شاركوا اللاعبين المصابين حق القادم. والحمد لله فرق أربع نقاط، هذه مريحة في الإيقاف، بإذن الله إن شاء الله العميد الصدارة دائما. مشتاق لي وأنا مشتاق له إن شاء الله قريب بإذن الله. اهلا بكم. هذا التصريح طبعا اللي شفتوه من الكاميرا مع محمد الهاجري، مع مشاري قنام، ايضا فهد العنزي، لكن انا شدتني طبعا كلمه اخوي العزيز محمد الهاجري من جانب نادي الكويت، اللي قال ان مجلس اداره نادي الكويت على يعني رئيس نادي الكويت السيد خالد الغانم اجتمع مع اللاعبين، واكد الكلام اللي قاله اخوي وليد المنديل، وقال ان المباراه ليست كما يسوق لها الشارع الرياضي، ان المباراه سهله وان الكويت قادر انه يفوز بنتيجه كبيره، وان المباراه يعني صعبه ويبقى النادي العربي هو النادي العربي الكبير. وليد المنديل، قلت لك انا المباراه يعني ما كان، انا اقصد على الاجتماع هذا اللي دار. الاجتماع اكثر من يوم، يعني تقريبا ثلاثة ايام وهو يحثهم على 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 نفس الكلام، انه راح تسمعون برا وانتم لا تلتفتون حق الكلام اللي قاعد يصير برا، ان العربي فريق سهل وان احنا راح نفوز عليه ثلاثة أربعة أو خمسة وستة، اللي قاعد يسوقون هذا نوع من التخدير. وبعد نتيجة مباراة القادسية بالضبط اجتمع وياهم وكلمهم نفس الطريقة، يعني بعد السالمية راح يزيد الكلام. وهذا اللي احتاط له حتى اليوم قبل المباراة، يعني حرص انه يكون من وقت ابو محمد ويكلم اللاعبين ويحثهم زيادة انه يجب ان نعطي المباراه حقها. لا فريق كبير مثل العربي لا يمكن بيك اليوم سهل والله، مثل ما قاعد تشوفون وتسمعون بالاعلام ان فريق سهل وراح نغلبه بسهوله. مباراه صعبه، وهذه اصعب مباراه اليوم، اصعب مباراه بالدوري هذه مباراه العربي، اصعب من كل من الخمس جولات اللي طافت. فهذا عطى دافع للاعبين، يعني ان 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 يدش باحترام، باحترام فريق العربي، ويؤدي المطلوب منه داخل الملعب. طيب ابو سعد، يعني لما اقول اسماء مثل حسين الموسوي هداف دوري فيفا الموسم الماضي، تكلم عن محمد فريح احد افضل الباكات اللي موجودين في الان في الكره الكويتيه، اتكلم على علي مقصيد اللي يعتبر من اميز اللاعبين، يعني علي خلف، كلهم قدموا مستويات كبيره الموسم. الان وينهم؟ مشاري
شارق عفوا شارق الكندري لكن الدري. انا اقصد لا اتكلم انا على الاربعه المميزين كانوا الموسم اللي طاف علي مقصيد انا يمكن اللي اذكر ان علي مقصيد بدايه الموسم كان اصابه زين وسبق انا تكلمت بخصوص الجهاز الطبي لما تكلمت قلت حتى لما يتغير الجهاز الاداري والجهاز الفني مع الجهاز الطبي انا يمكن علي خلف من اول جوله الى اليوم علي اصابه للحين قاعد يعالج لحد الحين اصابه نفس الموضوع علي مقصيد نفس الموضوع اصابه علي مقصيد يعني الكل الان الكلام اللي يقال ابو سعد خلينا نكون واضحين بدون مجامله اي يقول الكلام اللي يقال الان انه بعد تصريحه اللي طلع فيه شكله انه معاقب اليوم حتى حسين الموسوي معاقب زين قايل بعد حسين الموسوي لا مو قايل شيء متضامن مع علي مقصيد في احد الاشخاص او اسمه حسين علي عاشور اللي غرد انه في لاعبين تم شرائهم واعضاء مجلس اداره تم شرائهم زين يمكن هو اللي سوى السالفه هذه ليش تقعد او تقعد في كوفي مع احد اعضاء مجلس الاداره السابق او كذا فطلعوا الناس ان الكلام ان اللاعبين مثل ما شروا اعضاء يشترون لاعبين بس اليوم النفسيه هذه لما تدشها ومن اللي شروا اعضاء يا ابو خالد لحظه اللي شروا اعضاء يقصد منه التيار الاخضر برئاسه عبد الله الشاهين هذا الاتهام الخطير هذا الكيل بمكيالين أين تصريح اليوم رئيس النادي العربي السيد عبد العزيز عاشور بأننا سنطبق القانون بحذافيرة وبمسطرة واحدة أين أنت من تصريح رئيس المركز الإعلامي في ناديك اللي هو مع صلة قرابة وياك هذا يجب أن يحاسب النادي العربي لاعبين وإداريين مو للشراء هذا مفخرة لكل العرباوية لاعبين النادي العربي وايضا اداريين النادي العربي هذا اذا انت تطبق القانون طبقه على كل من يخرج عن 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 عن, عن, عن توجيهات النادي طيب. العربي وجماهيره طيب. انا برجع لنقطتك والله برجع لنقطتك عندي تقرير وبرجع للموضوع هذا والله راح ارجع للموضوع موضوع تصريح السيد عاشور انا بدي اتكلم على السريع قول على السريع عشان ما عندي تقرير مثل مثال الحين كابتن وليد المنديل لما تكلم يقول السيد خالد الغانم صار له ثلاث ايام او كذا يوم يقعد مع اللاعبين ما لكم شغل في الاعلام او الناس تتكلم راح تفوز على شو اسمه النادي العربي في شو اسمه اهداف وايد وكذا وكذا الفرق انا هناك الثاني لما تكلم مع لاعبين ابو خالد اشكك في ذممهم اشكك في مستواهم هذه اجتماعاتي لما انا كلاعب توصل لي هالامور هذه قاعد توصل لي الامور هذا اعاقب يمكن حتى رئيس النادي اليوم لما تكلم لما سؤل من المذيع رد على موضوع علي مقصيد قال طلع اللي بكبده طلع اللي بقلبه يعني كلام علي مقصيد صحيح اللي قاعد يقوله ما دام اننا انت عقبت على كلامه لما بعد ما سئلت يا سيد رئيس نادي العربي طلع الحر اللي فيه علي مقصيد اختصر الامر كله انا راح وقال انها فوضى عارمه فعلا النادي العربي يعيش فوضى عارمه طيب انا بس افهمني نعم. انا الحين انا عندي تقرير بطلع مع جمهور العرباوي وبعدها راح نفند كل كلام السيد عبد العزيز عاشور اللي قاله بس وعندي نقاطه موجوده بس قبل اروح التقرير ولقاء الجمهور العرباوي انا شفت لقطه اليوم يعني علي مقصيد حسين الموسوي موقفين ما لعبوا اليوم لا موجودين ترى موجودين طيب ما لعبوا اليوم لكن نزلوا في ارضيه الملعب وسلموا على كل لاعبين العربي اللي لعبوا اليوم صح وازروهم إيه؟ وهذا عنصر الخبره يعني وحب النادي وحب الفريق كان مزروع في علي مقصيد وحسين الموسوي يعني رساله يا ابو خالد هذه رساله للجماهير ان احنا قلبنا على النادي العربي وقلبنا على الكراسي اعطوا فرصه يا جماعه على النادي العربي بس اقول لك يا زياده اللي شككوا في حسين سيد حسين الموسوي مباراه قادمه عادي عند اللاعب العب اخر خمس دقائق اخر دقيقتين ما عنده مشكله هذه المشكله ليش اقول لك يا ابو خالد تشكيكك بلاعبينك انت مستواك كل مره قاعد ينزل علي ابو خالد شوف لا يمكن ان احنا نشكك من اثنين من ابناء النادي اللي هم تاسسوا بالنادي ولا يعني مشهود لهم بالاخلاق والاحترام والكل يشهد لهم خلال السنوات اللي لعبوها فالعمليه اليوم وصلت مرحله يمكن احنا كنا كلاعبين لما انا الاجواء الخارجيه اللي برا الفريق اسمع والله الاداره بتسوي كذا اكيد راح تشوش على اللاعبين
اليوم يمكن نزولهم حق التصرف جدا يعني تصرف من اللاعبين لاعبين خبره ولاعبين كبات الفريق ان احنا احنا وياكم بالخساره قبل الفوز فيعني صراحه اتمنى ان الفتره الجايه التشكيك مثل ما قال ابو سعد ترى التشكيك ما هو سهل انت تشكك بلاعب صار له 25 سنه بالنادي او 20 سنه بالنادي فالعمليه يعني يا مجلس اداره اذا ما تشتغل بهدوء يعني واستقرار مثل ما قال يمكن احنا نسمع اشتغل حق الفريق لا تشتغل والله هذا قال هذا سوى والله هذا مثل ما قال انت برضان قال لك والله ذيل مشارينهم يعني انا 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 سؤال علي هذا ينعكس انا بس اكمال الموضوع هذا ينعكس على المراحل السنيه اللي يقول عليهم اذا حسين الموسوي وعلي مقصيدي يتعاملون بهالطريقه هذه ماذا سيجني لاعبين المراحل السنيه حسين الموسوي العام بالموسم العام توفى والده الله يرحمه ولعب المباراه فثاني يوم صحيح. هذا الشيء هذا يكافئ فيه حسين الموسوي وعلي مقصيد ومشاري الكندري وبقيه النقطه اللي قالها لاعب النجوم العربي ان الضغط الخارجي المشاكل اللي يتكلمون عليها ان اللاعبين المفروض ما يوصلهم هذا الصدى هالقلق هذا اللي عايشه الوضع اللي عايشينه ما يوصل للاعبين هني السؤال جهاز الإداري وعلى رأسه طبعاً أخونا خالد عبد القدوس ليش ما قام بعمل عزل هذا هذه الأصوات أو هذه الضجة عن اللاعبين تنقص الخبرة تنقص مو بس الخبرة تنقص المواقف اللي هو ما نحط فيها المواقف من قبل ما في أنت الحين لما تحط مثلاً رئيس الجهاز لازم يكون عنده على الأقل عنده خبره كبيره يعرف يعني شباب جايك من دفع بيعمل وبيجتهد بيقدم اللي يعرفه لكن هالامور هذه تحتاج خبره انت لما شفت الامور هذه يفترض من يعني انا اعتب على اخوي وسام حسين تعال انت كلاعب وشايف الوضع هذا اقعد مع الجهاز الاداري واحثهم واوقف معاهم واحاول احل لكن هالشيء ما صار يمكن له ظروفه أسامة لكن بالنهاية هم يحتاجون أسامة أسامة حسين الظاهر إنه شاف شيء أكبر منه أثقل منه إنه شاف إنه في أمور يمكن ما يقدر يحلها بروحه عرفت التوجه أكبر منه قدم استقالة شوف هي المشكلة ثلاث أرباع الجهاز الإداري ثلاث أرباع الجهاز الإداري الجهاز الإداري يقدر يعزل اللاعبين يعني أنا بعطيك مثال سابقا بالثمانينات كان العربي بعز الصراعات وفريق القدم يحقق بطولات نعم مجلس إدارة ترى كانوا اللاعبين ينتخبون بذاك الوقت صح معزولين عن مجلس إدارة هذا ينملك ليش لأنه كان في جهاز إداري واعي يعرف يفصل اللاعبين عن المشاكل أنا أعطيتك مثال نادي الكويت لما نحس رئيس النادي خالد الغانم في ضغوطات قاعد تصير على اللاعبين انه قاعد انه يتفخون اللاعبين بيوديك لاتجاه ثاني تدخل طيب نفس الطريقه مع عادل عقلة فهني انت الجهاز العربي الاداري للاسف ما عرف يتعامل معهم طيب. زياده عليهم يفترض كان على 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 مقصيد ومسوي يحتوون اللاعبين واذا ما عندهم صلاحيات انا واذا انت انا قاعد اقول لك انت ما عندي صلاحيات السماع الديوانيه ما عندي صلاحيات ما عندي صلاحيات لا ما لا بعد عمري لا 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 انا اقول لك اياها يقعدون لا وليد مقصيد يقعدون وليد في نقطه مفهوم يعني الجهاز الاداري لما يجتمع مع اللاعبين ولما انا اعطي ثقله اللاعب امام المجموعه هني صوته يوصل نعم هني صوته يوصل اي مكانته انت مهمشه وانت متهمه انت ليش انا قاعد اقول لك انت الجهاز الاداري فقد الخبره وفقد التعامل في مثل هالموقف زياده عليهم ان اللاعبين انا عشان بروح تقرير الجمهور زياده على ان اللاعبين انت كجهاز اداري ما اعطيت اللاعبين هذيل مكانتهم بالفريق عشان يساعدونك في حل المشكله هذه ويحتوون ويوخرون عن المجلس الاداره هذا النتائج اللي قاعد تصير ليش نروح احنا نضرب امثال في في في, في, في بالامس القريب منو كان مدير كره القدم في النادي العربي خالد عبد النبي ابو حمود هو اللي كان ضام اللاعبين ولام اللاعبين ومبعد اللاعبين عن جميع مشاكل مجلس الإدارة ونجح وبدون محترفين ونجح وعمل هيبة وهوية للنادي العربي ولكن لا خالد عبد النبي من الطرف الآخر ما يصير انه يستمر في 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 إدارة لنادي طيب. لكرة القدم في النادي العربي ماشي. وهذا ما جنوه طيب
ماشي يعني انا ودي اروح لاصوات النادي العربي وجمهور النادي العربي بعد المباراه، واللي انا اتقدم لهم طبعا بهارد لك بعد النتيجه. شلون الاخير؟ هذا يليق فيه الاخير. انا قاعد اقول عرباوي والمركز الاخير يليق فيه. ليش عربي؟ ما خلاص قاعد انا قاعد العربي يعني انا قلتها اكثر مره، العربي النادي العربي عليه حوبه ما عندها لاعبين، مشكله العله باللاعبين. يعني الجمهور راضي يسوع بيقول يقول اداره لاعبين، ما عندنا لاعبين، ما عندنا لاعبين. شوف الكويت عندهم لاعبين وقاعد يفوزون، بس احنا ما عندنا لاعبين. 12 لاعب السنه هذه تعاقد وياهم وكلهم سكه. انا قاعد اقول لك لاعبينه كلهم سكه سكاريب. درجه ثانيه يعني رسمي طايح درجه ثانيه رسمي. ما انا اقول لك رسمي طايح ثانيه. انت 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 مذيع صح؟ انا اسالك انت العربي شو المشكله؟ لا تسالني انا. سويت كل شيء، سالنا كل شيء، قلنا كل شيء، ما ادري شنو في العربي، ما ادري. بالملعب اخي ما ادري، الشوط الثاني لعبه والله يعني يعطيهم العافيه ما قصر، بس الشوط الاول لو لاعب الشوط الثاني كان ما سوى شيء الكويت. بس خلاص درجه ثانيه الموسم الجاي عربي، تشوف الموسم الجاي الجمهور كله راح يحضر الموسم الدرجه الثانيه راح يحضر، هذا اللي حضر بعد. وين العربي؟ وين تاريخه؟ دمروه هذا الشعار، دمروه خلاص. من اللي دمره؟ منو؟ اداره العربي عاشور كلهم دمروا النادي، ما تبون طلعوا الاخير. اذا بعد لازم يفوزون جميع المباريات على اساس لا يروحون درجه ثانيه. شنو العله؟ العله يبى الاداره جايبين الصفقات، سوى لهم صفقات فاشله تحت ضغط الانتخابات والتغيير، وهذا يابوا لهم دفعوا بصفقات فاشله، خسروا النادي مليونين ونص دولار، وياي كل صفقات فاشله، مدرب يابوا ما مشى وياهم. لا درجه ثانيه لا تو الناس، لا تقول لي درجه ثانيه، لا تو الناس في قسم ثاني ان شاء الله. انتقالات شتويه المفروض يعني على رئيس النادي، انا احمل رئيس النادي ككونه رئيس النادي يتحمل مسؤوليه، مثل ما كنا نتكلم عن جمال وايا كان يتحمل رئيس النادي، جهاز فني، جهاز اداري، لاعبين كلهم يتحملون. جمهور العربي رقم واحد، والله العظيم جمهور العربي رقم واحد، بس للاسف ما في تقدير حق الجماهير هذه العرباويه. العربي الاخير اقول يحسن والله يستاهلون. شو السبب؟ بس لعب ماكو، كلهم المفروض يطلعون استقاله، ماكو لعب. ما انا ما انا رساله رئيس النادي ما ادري وين توصلنا، يعني احنا الحين مركز الاخير، ما في شيء تحت الاخير، ما في شيء تحت الاخير، بتوصل لوين؟ بس ابي افهم انا، انت تبي توصل لوين؟ يا اخي اذا انت متقد راس النادي توكل على الله امش يا اخي. هذا اكبر نادي بالكويت يا جماعه، حرام اللي قاعد يصير فيه. يا رئيس الاتحاد اسمعنا، ما عندنا الا عاشور الكاظمي، ما في غيرهم. النادي باسمهم كلنا، اذا النادي باسمهم كلنا، ما في غيرهم طول 20 سنه. يا ولد قاعد يسوون شيء النادي، يعني قاعد اقول لك العاشر، ما في شيء تحت العاشر. شنو تحت العاشر؟ قول لي شنو تحت الاخير؟ درجه ثانيه. شنو تحت الاخير؟ لا ما نصل درجه ثانيه ان شاء الله، ما نصل درجه ثانيه. انت ولا فوز عندك، انت المركز الاخير خلاص، انت امالك يمكن تفوز، انت لا الساحل ولا الكويت ولا شباب. سو شيء، خلي الاداره تحس شوي، بس ملينا. كل مره قاعد نحضر، احضر انت وياه، حضروا قاعد نحضر وما في كلش. وليش نحضر اذا تدري انه خسران؟ قاعد عشان شعر والله بس. الجمهور العرباوي من حقه متعطش، من زمان ما فاز، يبي فريقه ينافس، يرجع نفس ما كان نادي العربي كبير ويبقى كبير، وهذا من حقه. المشكله لما احنا نتكلم وننقل اصوات العرباويه، في ناس يفهمونا كبرنامج ان احنا في توجه رايح لمجلس اداره غير المجلس الاداره الحالي، او ان احنا قاعد نضرب المجلس الاداره الحالي، لكن الانتقاد موجود في السوشيال ميديا، موجود في شبكات التواصل، موجود ايضا في اصوات اللي موجودين اللي حضرون المدرجات، الجمهور العرباوي. ما في عرباوي الان راضي على مستوى العرب. انا لما اتكلم اقول عرباوي، لكن ما في واحد يعشق كره القدم الكويتيه يرضى انه يشوف العربي بهذا الحال. هذا مو ضرب مجلس الاداره، مجلس الاداره هذا اصوات جمعيه العموميه النادي العربي، علينا كلنا نحترمها. وهذا اللي المجلس اللي موجود الان من حقه انه يمارس دوره بادواته، لكن احنا كاعلام من حقنا ان نوصل الصوت الاخر، وكل صوت عرباوي يبي يوصل سواء بالمدح او بالذم او بالنقد، فهذا عمل
إذا كل واحد ما يقدر يتحمل النقد لا تقعد على كرسيك. إذا ما تقدر تسمع أصوات اللي تحبك واللي أيضا تكرهك يبقى أنت ما تقدر أنك تعمل، يبقى أنت ما عندك شخصية. أي كلمة تنقال تبتهزك، ما يصير. النادي العربي يحتاج إلى تعاطي أكبر. أبو سعد بعد المباراة، والله كلامك يعود. شوف بعد المباراة أنا حكيك بعد المباراة، وأنا أتكلم بكل صراحة. أدري. وبنقل وجهة نظر السيد عبد العزيز عاشور في كلام قاله بكل اقتناع، وكلمته وصلها للجمهور العرباوي، ولازم الجمهور العرباوي يسمع صوت رئيس مجلس الإدارة وهو يمثل مجلس الإدارة. قال كلمة، قال احنا 18 سنة دمار بالنادي العربي، ما عندي انا عصا سحرية اني انا الله واحد اثنين يلا بطلع لك فريق ذهبي واعيد لك الامجاد. احتاج صبر سنتين ثلاث اربع حتى اعيد ترتيب الفريق. عندي المراحل السنية قاعد اشتغل عليها، امور كثيرة قاعد اتكلم عليها. صح. ايه انا يعني، لكن الجمهور العرباوي يقول لك يبانا عندي صبر، تبيني اصبر وانا طايح درجة ثانية ولا انطر اطيح درجة ثانية؟ هلا لا يقولها ان شاء الله. يمكن اول شيء صدمة الجمهور العرباوي مساء احنا قاعد نشوفه، وشفت والله حتى طريقة كلامك يا ابو خالد انت محروق، يعني مع انك انت تشجع نادي ثاني ولكن محروق على السوء اللي الحين حاليا في بالفريق النادي العربي. حرت الجمهور ابو خالد لما شاف فريق العام. صحيح ما كنت كنت العب كمنظومة على قولتهم روح بالفريق زين بدون محترفين وكذا، وتأملوا الجمهور العربي تأمل خيره والجمعية العمومية انه راح يتعدل لان الناس تعودت على بطولات. تعقيبي انا على كلام السيد رئيس النادي عبد العزيز عاشور لما يقول 18 سنة صحيح انا ما صعدت المنصة اخذت بطولة الدوري، ولكن كنت اخذ فيها شنو كاس امير كاس ولي عهد، كنت اصعد منصات. انا على الوضع هذا ما اعتقد راح اصعد منصة. يمكن حتى تصريح اليوم لما قال صبروا 3 سنوات، ليش اصبر 3 سنوات ابو خالد؟ الامر هذا يبي له تخطيط، مو تقول لي ما عندك عصا سحريه. لا عندي عصا سحريه، عصا سحريه هني بعقلي انا اعرف شلون اسوي. انا لما كابتن الحين علي عبد الروح لاعب نادي السالميه وين يشتغل الحين؟ كاظمه. عادل فاضل لاعب نادي النصر وين يشتغل؟ الكويت. الكويت ما عندي محسوبية. متى ما كان أنا عندي المجاملات إيه بتقول لي ما عندي عصا سحرية. حط الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا ما قاعد أسوي شيء عندي بالعربي. أنا علشان إفرازات الانتخابات أنا مجبور أخلي عايد الروضان معاي، مجبور أخلي علي عبد الروضان معاي عشان إفرازات الانتخابات. عشان كذا أنا ما ألوم جمهور العربي مساء لما يتكلم أنا يمكن كسر خاطري مساء الولد اللي لابس نظارة الصغير. شوف حرد شلون قاعد يصور. متى يقول؟ ليمتى؟ صدق ليمتى؟ ليمتى يا جماعة؟ أنا من أول مباراة يعني الناس تأملت خير في مجلس إدارة. اثنين الناس قالوا السنة هذه الحمد لله والشكر لله العقوبة راحت عني. سؤال عشان نكون واقعيين ونعطي الحق لمجلس الإدارة الحالي. مجلس الإدارة الحالي، هل مجلس الإدارة الحالي واعد الجمهور وقال لي أنا هالموسم راح أخذ الدوري؟ في أحد بعض أعضاء مجلس. خلينا نكون واقعيين يا جماعة. خلينا تعاطى بعقلية شوي. في مثل إسماعيل حبيب قال راح نأخذ الدوري. ردا على جمال الكاظمي نعم في لقاء تلفزيوني. أنا أقول لك الجماهير العرباوية والله العظيم واقعية وعقلانية. هي ما تدري إن فريقها مو قادر إنه يحقق البطولات، ولكن تبي تشوف هوية فريق تعيد إلى العربي هيبته. واسترداد هيبته النادي العربي العام وصل إلى المركز الخامس. يعني السنة هذه مو طالبين بالبطولة، يقول لك وصل المركز الثالث المركز الثاني نافس على البطولات الخروج المغلوب، ولكن العربي بهيبته إلى المركز الأخير في الجولة السادسة بماينس 9 من الأهداف بينه وبين نادي اليرموك. هذه لم تحدث طوال تاريخ الدوري الكويتي. يا أخي أبو رضان قبل أطلع فاصل. نعم. الناس اجتهدت. إيه؟ جابت مدرب إسباني من الدوري الإسباني قاعد يعمل هناك. إيه نعم. سعره ومعاشه إيه؟ على راتب يأخذه في الكويت. سعره وما. لا 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 لا
لكن تدخل في امور عدم التوفيق دائما تحصل عدم التوفيق. لا بعد ما توفقت يا لا لا بالمحترفين لا بالمدرب. في لها اسباب. المحترفين هذيل هم من جلبهم المدرب او جلبتهم اللجنه الفنيه او وهي والقرار الاخير عند مجلس الاداره برئاسه السيد عبد العزيز عاشور. المدرب هذا ما دام انه تعاقد مع هاللاعبين هل اللاعبين اللي ما انزل الله بهم سلطان صراحه يعني ما عندهم ابجديات كره القدم. الصراف تستغني يعني عن الصراف وفور وزكريا يوسف قلفا جايبين من الدوري السعودي ومتعلق بالدوري السعودي اي متعلق. السنوسي بين اللاعب من مباراه ولكن مميز ولكن البيئه في النادي العربي ما تسمح لك انك تبرز مواهبك ولا انك تظهر ما عندك. هي لو انا قلت لهم لو تجيبون مارادونا يلعب وياكم العربي هذا حاله ليش؟ لان الخلل فوق مو الخلل مو في 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 تبقى وجهات النظر والجماهير كثر ما نقدر نوصل ناخذ فاصل ونرد نكمل معاكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. نروح معاكم لاتصالاتنا واللي احنا صراحه طورنا عليكم يعني سموحه. ناخذ اول اتصال اخونا العزيز طلال العنزي حياك الله. مساكم الله بالخير. يا هلا مرحبا. يعطيك العافيه على البرنامج. الله يحفظك يا اخوي. قواكم الله. انا بس اتمنى اذا المخرج يحط لي الكاميرا على ابو رضوان. هاي ابو رضوان. تفضل. هلا ابو رضوان شلونك؟ شلون امورك؟ الله يستر. هلا بك والله. هلا اخ طلال. كل شيء تمام؟ نعم. نورنا ابو رضوان. الله النور بوجهك. انت ملح البرنامج يا ابو رضوان والله. من غيرك ما يعني ولا كثر الموجودين يعني تعطي اناقه وتعطي روح للبرنامج. الملح صوديوم ولا بوتاسيوم؟ طلال خل كلامك معي. الله يحفظك. انا بتكلم على مباراه اليوم. مباراه اليوم للامانه يعني احنا كجماهير ما احنا قايلين جماهير العربي. احنا كجماهير يعني متضايقين من حال العربي هذا. يعني تفائلنا خير بالبدايه محترفين ولويا والحسابات شغاله المحترف الفلاني جاي المحترف الثاني. انت بوجهه نظرك خل العربي وين؟ بوجهه نظرك انت. انا اشوف الاداره ما عرفت شلون تقيس الامور. يعني تجيب محترفين في هذا السوء يعني ما كان التخطيط يعني صحيح. طيب يعني مشكور يا طلال مشكور عشان والله الوقت يا طلال ما عندي وقت. عبد العزيز التميمي من لندن بريطانيا حياك الله. مساكم الله بالخير. يا هلا مرحبا. الله بالخير. يا هلا يا مرحبا. عاد اسلم على اخوي عايد الروضان امس افتقدناك صراحه. يا مرحبا. هلا والله اخ عبد العزيز. طول لي عمرك واسلم على الحضور الموجودين كلهم خير وبركه. حياك الله. انا اثني تمام الثناء وكامل الثناء على اخوي محمد دديلي من اللي قاله بحق احمد موسى وسمير عبد الرؤوف المسؤولين الاوائل عن المشكله اللي صارت للنادي العربي ويا المحترفين. المحترفين هذول جايبينهم باكج مع المدرب مدفوع فلوسهم على شنو؟ احمد موسى احسن لاعب بالكويت وسمير عبد الرؤوف تجيبون لاعبين كوره ما يعرف يسكت كوره ما يعرف يشوت. ثاني شغله عبد العزيز عاشور قال اليوم كلام خطير جدا يقول صبروا عليه ثلاث سنوات. طبعا سنه خلصت وثلاث سنوات راح المجلس يخلص وما شو تصيد منه. الكلام مو كذي يا عبد العزيز عاشور. انت كنت رئيس نادي العربي من ايام جمال الكاظمي مو من الحين رئيس النادي لان جمال الكاظمي شافه الله كان طول وقته يعالج برا وانت مستلم رئاسه النادي وتسك وتخيط بموضوع النادي العربي. الحين لما وخرنا جمال كاظم قالوا جمال كاظم ما يعرف يطق طنباخيه زين ما يعرف يطق كره زين. انت يا عبد العزيز عاشور كنت لاعب للمنتخب وتعرف كل خفايا كره القدم. شنو هالتخبط اللي قاعد يصير النادي العربي وسقوط النادي العربي الى هذه الهاويه؟ طيب مشكور عبد العزيز والله عشان وقت والله الوقت مشكور وما قصرت. حتى اخو من بريطانيا اعطيتك انا زياده والله لا بلتزم بالوقت صراحه. عبد الله العنزي حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احب ابارك نادي الكويت عميد الملك الفوز
واذا ممكن اخوي ابو رضوان ما شاء الله ماكو وقت والله عبد الله جدا ما شاء الله عبد الله بعد راسي ما في وقت بس قول كلامك على طول ابو رضوان رسالة ابو رضوان كرفته ما شاء الله معبره وخساره النادي العربي للاسف طعم الكاتشب خساره يعني متعودين عليه لا 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 عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ما يعني ما الله يخليك يعني عبد الله احنا نحترم مشاهدينا وانت احترمنا يعني عرفت والالفاظ هذه ما تجوز ما ادري النادي العربي نادي كبير لا ما 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 اسمح عبد الله الله يخليك ما قال يعني طعم الخساره طعم الكاتشب او خساره العربي طعم الكاتشب لا ما ما كان ابو عبد الله هذا اتصالك هذا يا ابو عبد الله بطعم المايونيز بعد جاك الثاني وين الله يوفقنا ناخذ اتصال ثاني عبد الله قول ابو فهد حياك الله مساكم الله خير يا هلا مرحبا حياك الله يا اخوي يا مرحبا لك تفضل طال عمرك مساكم الله خير على الكوات الموجودين كلكم حياك الله اول شيء بارك على حق نادي الكويت الفوز وما شاء الله من احسن الاحزان كان يعني كويتاوي بارك حق مجلس الاداره واللاعبين والجمهور ما شاء الله على خطه ثابت انا بتكلم عن النادي العربي صراحه ماني عرضاوي يعني زين وكل واحد يشجع فريقه بس اللي قاعد يمر عليه النادي العربي هذا شيء فظيع ما شفناه من اول اوكي يعني كلام اليوم رئيس مجلس الاداره اللي قال نقطه لي سنتين وثلاث لا هذا مو كلام شو الحكي هذا؟ اي من يقبل بالكلام هذا كله؟ يعني نطلع لي سنتين ثلاث الاستاذ اللاعب الدولي ادالي لما تكلم لا هي محصله سحريه ولا شيء لا بس في تخطيط في كلام في ثقه في اداره صح انت قلتوا الاداره القديمه راحت اوكي انت حطيتوا اداره جديده وقلتوا حطيتوا وين سويتوا رجعتونا قري رجعوا قري مره ثانيه الاداره العربيه مره ثانيه شنو سويتوا الحين حق النادي العربي النظامي حق الاداره القديمه ابرك من التوالي مشكور ابو فهد مشكور يا ابو فهد عمر الكردي حياك الله مساء الخير سلام سلامي طبعا عندكم الصبح بالكويت لا لا للحين ما دشينا الصبح الحين 11 و20 دقيقة، المهم أسلم عليك أبو خالد وأسلم على الكفاءات اللي عندك وأسلم وسلام خاص إلى أفضل محلل رياضي حاليا عندي بالكويت عايد الروبان يستاهل سلام ولك صورة في الرابع وبارك لنادي الكويت فوزهم اليوم والصدارة وحسافة على اللي قاعد يصير حق نادي العربي هارد لك جماهير نادي العربي من يوم ما رضى معرف يسماهم الكبيران سمى نادي قادسية العربي قطاهم على صخر هم كبيران إن شاء الله هم كبيران يا أبو خالد إن شاء الله أدري كبيران بس الكبيران نبي نتائج يعني مو كبيران على الماضي المهم نبي نتائج يعني إحنا لو استمرار يعني استمرار إن شاء الله يعني نتمنى استمرارهم وبعدين ملح الجماهير العربية جماهير نادي العربي والله ما يستاهلون لأن ملح يعني ملح الرياضة بالكويت جماهير نادي العربي صح. على العموم أتمنى لو أتمنى الرياضة الكويتية وخاصة مجال كرة القدم يعني خلاص ملينا لو يحولوها إلى خصخصة الخصخصة يعني منقذ للكرة الكويتية وأتمنى في كل إدارة لو كل إدارة ما أدري ليش يعني الأشخاص اللي قبل يمسكون الإدارة ينتقدون كل شيء عقب ما يمسكون خاصة إدارة القادسية والعربي ما يحبون أحد ينتقدهم ما أدري ليش على العموم بس إذا هم في خارج يسمونه خارج الوظيفة ولا خارج المكان ينتقدون أي واحد مشكور مشكور يا أخوي عمر الكردي على نقطتك واضحة سامي الخضر حياك الله ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحييك يا أحييك وحيي ضيوف الكرام وحييك يا أبو خالد يا أجمل مذيع كويتاوي اللي طلتك بالتلفزيون ترد الروح وابتسامتك الجميلة يا عندي تحفظ على أجمل الله وين وين الحين تشتغل الغير يعني لا حقك كويتاوي حقك كويتاوي خالد أول شيء أبو خالد عندي رسالة شكر من كل قلب لإدارة نادي الكويت وجهاز الإداري نادي الكويت اللي جهزوا اللعيبة حق هالمباراة هذه المباراة هذه كان العمل فيها إداري أكثر من الفني الكل يتفق معاي أن المباراة هذه صعبة نفسيا مو فنيا من الإعلام اللي الكل قاعد يتكلم على قولتهم النفخ الإعلامي اللي بلعيبة الكويت الحمد لله أن عندنا إدارة واعية ومحترفة
اللي طلعت اللاعبين من الاجواء الاعلام كل نهائيا اللي توقعنا ان اليوم الكويت راح ينزل ان مضغوط اعلاميا. الحمد لله الحمد لله على الفوز ونقول ابتسم انت كويتاوي وصداره وبس. وحي اللعيبه الكويتاويه ويعطيكم العافيه. فيك سامي مشكور وما قصرت. هذا اخر الاتصالات عدل. طيب زين عشان نلحق على الوقت اي انا ابي بس البلنتي الحسب لصالح نادي الكويت اعتقد سامي الصانع واللقطه اللي صار والكلام اللي صار. يعني انا قبل لا اروح للقطه بس بقول يعني الحكام هذه اللقطه امامكم اي برضان ايش رايك فيها؟ هذه طال عمرك ركله جزاء صريحه وواضحه لان الخطا ارتكب داخل خط ال 18. يقول لك العرباويه اليوم شلون داخل وسامي الصانع رجوله برا. خاطب طال عمرك الجماهير وبما فيهم الجماهير العرباويه وكل ما يخص النادي العربي، الحدث والتلاحم حدث داخل خط ال 18 بالرغم من وجود ايش اسمه سامي الصانع رجيله خارج خط 18 وهذا ما يغني انها لا تحسب ركله جزاء صريحه. يعني الاعاقه بدايتها انا اشوف تلاحم حدث داخل خط 18 وهي تواجد جسم سامي مع جسم فهد الزويد في داخل خط 18 مما يستوجب احتساب حضرة ضربه جزاء والاستعانه بالفار هي اللي الفيصل في هذا الامر. ابو سعد انا اقول حكم الساحه علي محمود تقريبا اليوم ظلم او انه شنو كانت قراراته جدا خاطئه. فهد زويد هو اللي داخل في خط ال 18 وسامي برا. يمكن حتى الاعاقه صارت زين برا انت من فهمك يعني مدينه. انت قلت فهد زويد داخل خط 18 فهد داخل اذا التلاحم داخل خط 18 سامي برا. يا ابو سعد انت لاعب النادي العربي ومنتخب وانت ادرى بالامور جسمه داخل جسمه جسم داخل. داخل صارت جسمه من بدايتها لو بنعيدها الحين مره ثانيه صار الحين بالتسلل يحسب الخط هذه في لعبه نفسها اللي صارت علي محمود ونفس الحكم قريب عليها مع بندر السلامه والمفروض لا بندر السلامه خطا نفس اللعبه نفس اللعبه ما حسبتها فاول اذا لقطه بندر موجوده هذه هذه انا بس ودي علي عبد الرضا. علي ايش رايك؟ انا وجهه نظري على الخط على الخط يعني معناته معناته بالقانون الجديد مو القانون في القانون حتى القديم على الخط يعني ركله جزاء صحيح ولا لا؟ صحيح لكن انا صراحه اليوم علي محمود صراحه لم يوفق في بعض القرارات وكان في بلنتي واضح حق العربي في نفس الشوط هذا وايضا طرد على جمعه سعيد جمعه سعيد والمفروض طرد ايضا مو انذار شو اسمه سامي لما طق السنوسي في راسه هذه ما عليه انذار. المفروض انا اقول لك علي محمود اليوم لم يوفق في مباراته. مندل بلنتي واضح يعني التداخل صار فوق مو تحت بالارض زين وده على وقرارات علي الكابتن علي محمود فيها قرارات صعبه وفيها قرارات غير صعبه. انت تقول لي والله جمعه ينطرد نعم جمعه ينطرد بالكرت الثاني انه بدون كره نعم يعني هذه مثلا هذه المفروض هذه اللقطه يعني نرجع من البدايه بالبدايه يعني صار التحام بين يوسف ناصر وبين احمد ابراهيم انزين لعبه يعني عاديه ما لا مو لعبه عاديه خطا على احمد ابراهيم طيب لعبه عاديه لعبه تدخل على قدم اللاعب احنا نبي المشهد هذا لاعبين الكويت وقفوا لاعبين العربي وقفوا لكن استمر اللعب سريعا واللي صار بهالطريقه نرفزت لاعبين الكويت. انا ابي اشرح النقطه هذه صراحه لانها تكرر دائما. لازم يفهم اللاعبين جميعهم وتكون عندهم الثقافة الرياضية بأن المسؤول الأول عن إيقاف اللعب هو حكم المباراة فقط. طيب. وأما اللاعب اللي يستلم الكرة ويكون لاعب من الفريق الخصم طايح هي تعبير عن مدى الروح الرياضية التي يتمتع بها. أنا ما عندي روح رياضية أتمتع بها، أنا بستمر باللعب. ما تجبرني إني أخرج الكرة خارج الملعب على أساس إنه والله لاعبك متعور ولا لاعبك طاح. هذا أي شيء المختص الأول والأخير فيه حكم اللقاء هو اللي قدر إصابة مثل يوسف ناصر تستدعي أن أوقف اللعب ولا لا، ولكن السنوسي مو مجبور أنه يخرج. هذه علي عبد الرضا كل يتعامل بأخلاقه يا أبو خالد. هذا البريتشي الآن يعني كان في هجمة واعدة وطلعها
والجيم الاول هذا صراحه تصرف يعني تصرف وقبلها بعد يوسف يختلف يا ابو بخالد من لاعب للاعب هذا عبد الله برايتي تصرف يعني شوف جمعه سعيد واضح من ان شاف اللاعب اول شيء كان طايح بعدين قام شافه مو قادر احمد ابراهيم ليش تصرف ذكي منه انه يبي يمتصل يعني المشكله اللي كانت قبلها في لعبه الهام يوسف ناصر هو قاعد حتى يعني برايتي قاعد يقول حق لاعبينه هدوا هدوا يعني انا اقصد مثل القرار هذا ايضا في قرار الشوط الاول يوسف ناصر نفس العمليه وكانت هجمه واعده انا اقول لك كل ان يتصرف باخلاق لا روح رياضيه في الملعب انا ما اقصد شيء والله على راسي بس في فرق يعني انت عندك هدفين ومتقدم علي بهدفين وانا ابحث عن النتيجه انا ابحث عن النتيجه لا في فرق اوكي في فرق حماستي انا بعطيك مثال تو قريب كاس ولا فيصل زايد كاس ولا العهد لما خالد محمد ابراهيم طايح نعم. فيصل زايد منفرد صح اقدر اروح اقول ولا ما اقول صح ليش طلعها برا ليش طلعها كل متعامل يعني اصدر العف في كره القدم في اوروبا انا بس لك انت روبان اعطي لقطه جمعه سعيد كارت اصفر خذها في الاشتباك وهذه اللقطه يستحق بطاقه ثانيه ولا لا جم سعيد نعم يستحق الانذار الثاني ويطرد من ارض الملعب هذه لقطه ما تحتاج الى ولكن هني موقع الحكم وين كان علي محمود قريب عليه ممكن قريب عليه قريب يا بعد شدي انت شوف قريب اوكي حسب فاول على جمعه حسبها فاول ولكن شاف ما اخذ انذار فيه هذه ما اخذ طيب. اول يعني اخذ انذار اصفر ثاني بس ابو سعد الجيم الاول اول 10 دقائق عتيج ثلاث اخطاء ورا بعض فيصل زايد انا قاعد اقول لك تساهل بس يعني علي محمود التساهل كان من بدايه المباراه من علي محمود لو متعامل بالقانون من بدايه المباراه ما كنا وصلنا لهاللقطه نعم بس انا هني وصلنا الى صافره النهايه لهالحلقه طبعا الفار ما تدخل كل الشكر طبعا للضيوف المتواجدين معايا علي عبد الرضا مشكور ودرب الظن يعطيك العافيه حبيبي ما قصرت محمد ديلم الله يطول عمرك وانا كلمه سريعه كذي حق اداره نادي العربي او الناس المختصه او لها كلمه اتمنى تلاحقون على الفريق ما دام عندي الفتره هذه اتمنى تلاحقون فيها باذن الله يرجع التلاحق يوم 28 مشكور ما قصرت عايد رضوان مطارده السراب هذا راح ينتهي يوم 28 ان شاء الله وتزول الغمه عن العربي والجماهير العربيه باكر نلقاكم ان شاء الله على خير في امان الله